كرسي جامعة الملك سعود لعلاج السمنة. السمنة هي واحدة من مشاكل العصر الصحية وأكثر مشاكل التغذية شيوعا، فعدم التوازن بين الطاقة المتناولة من الطعام والطاقة المستهلكة لدى الفرد يؤدي إلى تراكم الدهون في الجسم، فما زاد عن حده من المواد الغذائية سيتحول إلى دهون تخزن في الأنسجة الدهنية. وعلى المستوى العالمي هناك أكثر من 1 بليون مصاب بزيادة الوزن والسمنة، مما يجعل معدلات السمنة تصل إلى حد الوباء حسب تقرير منظمة الصحة العالمية. لقد انتشرت السمنة في شتى أنحاء العالم ومنها المملكة العربية السعودية، ففي مسح غذائي شامل أظهرت الدراسة أن واحداً من بين كل 4 أشخاص مصاب بالسمنة، وهي نسبة مرتفعة بدون شك، فقد حذرت دراسات علمية من معدلات انتشار السمنة وأشارت إلى وجوب اتخاذ التدابير الوقائية للحد منها. وما يزيد الأمر خطورة هي تلك الإحصاءات التي ذكرت أن أكثر من 50% من الرجال السعوديين وأكثر من 1/3 نساء السعوديات يعانون من السمنة، والأخطر من ذلك هو تفشي السمنة لدى الأطفال والمراهقين. فقد بيّنت الدراسات أن أكثر من 60% من صغار السن بدناء، ويستمرون كذلك مع تقدم السن، فتكون إصابتهم بالأمراض في سن مبكرة، وتكون نسبة الوفيات لديهم مرتفعة. ومنها ظهرت الحاجة لعلاج هذا الداء، والبداية كانت مع الأطفال والمراهقين، لذلك بادرت جامعة الملك سعود فأنشأت كرسي جامعة الملك سعود لعلاج السمنة، وهو برنامج شامل يهدف إلى مكافحة وعلاج زيادة الوزن والبدانة عند الأطفال والشباب، حيث يقوم الكرسي بتوفير الدعم والعلاج اللازم لهم ولأسرهم من أجل المحافظة على وزن صحي. ولقد حددت الجامعة رسالتها في أن يكون هذا الكرسي وسيلة لتعزيز البحث العلمي في هذا المجال، وكذلك تدريب المهنيين وإعداد جيل من الباحثين، ومن ثم تحسين الخدمة الصحية المتعلقة بالسمنة لدى الأطفال والشباب. ويشمل الكرسي عدة برامج متعلقة بأسباب وآثار وفرط السمنة لدى الأطفال، ترتكز على مجموعة من المحاور التي تسهل تقديم تلك الخدمات، أهمها تقديم أحدث أساليب العناية الصحية من عيادات متخصصة وعيادات خارجية لمتابعة الحالات ومراقبتها، وتقديم البرامج المناسبة والطب الجراحي المرتبط بالسمنة، وتدعيم ذلك بالأبحاث العلمية الأساسية والإكلينيكية والطب الوقائي وأبحاث السياسات العامة وبرامج خدمة المجتمع والتعليم والتدريب المستمر، والعمل على تغيير السياسات والاستراتيجيات العامة، إضافة إلى الكثير من المشاريع التي سيغطيها هذا الكرسي. تعتبر السمنة نتيجة لزيادة الطاقة المتناولة ونقص الطاقة المبذولة، ويرجع انعدام التوازن هذا بين الطاقتين إلى أمور عدة، منها تغيرات في نمط الحياة كقلة الحركة والنشاط والسلوك الغذائي الغير صحيح والاعتماد على الوجبات السريعة الغير صحية. فقد لوحظ أن السمنة تنتشر في أفراد الأسرة الواحدة، إما بسبب الجينات المسببة للسمنة والاستعداد للإصابة بالسمنة، أو بسبب تشابه العادات الغذائية ونمط المعيشة. وقد لوحظ أيضاً أن الإنسان يكون معرضاً للسمنة عند الكبر إذا كان والداه أو أحدهما بدينا. والسمنة نوعان، النوع الأول وهو الذي يظهر في منتصف العمر ويكون منتشراً لدى النساء أكثر، ويرجع سببه إلى زيادة وحجم الخلايا الدهنية، وهذا النوع يمكن علاجه بالتغذية السليمة. أما النوع الثاني وهو الذي يبدأ منذ الطفولة ويستمر، فهذا يكون عادة علاجه أصعب من النوع الأول بسبب زيادة الخلايا الدهنية في الجسم التي لا يمكن التخلص منها في الكبر عن طريق الحمية الغذائية فقط.
مضاعفات السمنة. يدق ناقوس الخطر لدى البدين عند زيادة مؤشر كتلة الجسم لديه أو زيادة محيط الخصر البطن، وقد يتساءل الكثيرون عن السمنة وأخطارها، خاصة بعد انتشارها بين السعوديين إلى ما يزيد عن 50%، مما أدى إلى ظهور الكثير من الأمراض الناتجة عنها كارتفاع الضغط والسكري وأمراض القلب المختلفة والأمراض النفسية والعقم عند النساء وغيرها من الأمراض التي يصعب علاجها دون علاج السبب ألا وهو السمنة. كيف تقاس السمنة والوزن الزائد؟ تقاس السمنة إما عن طريق مقارنة الوزن بالجداول المعدة لذلك أو قياس مؤشر كتلة الجسم أو محيط الخصر، فالدهون الموجودة في منطقة الخصر أو البطن يطلق عليها سمنة التفاحة، وهي تشكل خطورة أكبر على الصحة من الدهون المتراكمة في منطقة الأرداف والتي تسمى سمنة الكمثرى. ويتضح من ذلك أن السمنة ليست مشكلة جمالية أو نفسية فحسب، وإنما هي مشكلة صحية بالدرجة الأولى. وترتفع نسبة الإصابة بالأمراض ومضاعفاتها طردياً مع زيادة الوزن. إذن فالسمنة عموماً هي تداخل مجموعة عوامل بيئية وراثية ونمط حياة تؤدي إلى كثير من المضاعفات والمخاطر الناجمة عنها، ويمكن الموازنة بين الطاقة المتناولة والمبذولة بممارسة النشاط الرياضي مع متابعة حمية غذائية ملائمة وتناول بعض الأدوية إن لزمت بعد استشارة الأخصائي أو الطبيب المعالج. وتبقى الخيارات الجراحية مثل عملية تحزيم المعدة وعملية تصغير المعدة أو ما يسمى بالتكميم وعملية التحوير من خلال وصل المعدة بالأمعاء لمعالجة السمنة المفرطة، وكل هذه العمليات تنقص الوزن من خلال طريقتين رئيسيتين هما التأثير على امتصاص الطعام أو تصغير المعدة، وبالتالي الشعور بالشبع المبكر. وإليك بعض حقائق السمنة من إحصائيات تمت في الولايات المتحدة. هل تعلم أن 80% من مرضى السكري، وهو السادس مسبب للوفاة، يعانون السمنة؟ وأن أمراض القلب والجلطات المرتبطة بالسمنة هي ثالث مسببات الوفاة، وأن 20% من أمراض السرطان التي تصيب الإناث و15% من تلك التي تصيب الذكور ترجع أسبابها إلى السمنة، علماً أن مرض السرطان يأتي في المرتبة الثانية من مسببات الوفاة. وبحسب الإحصاءات فإن 23% من وفيات الأمراض المزمنة هي بسبب نمط المعيشة قليلة الحركة، وتبين لديهم أن 27% من تكاليف الرعاية الصحية يعود إلى السمنة، زيادة الوزن ونمط الحياة قليلة الحركة. وأن إجمالي التكاليف بسبب السمنة في عام 2000 للميلاد هو 117 بليون دولار، منها 61 بليون دولار تكلفة مباشرة للرعاية الصحية و56 بليون دولار تكلفة غير مباشرة، إما بسبب قلة الإنتاج أو كثرة الغيابات أو ضعف الدخل بسبب الأمراض والوفيات. وهل تعلم أن التكلفة السنوية لمعالجة السمنة وزيادة الوزن لدى الأطفال في المستشفيات من العام 1979 للميلاد إلى 1981 للميلاد كانت تقدر ب 35 مليون دولار، بينما تقدر ب 127 مليون من العام 1997 إلى العام 1999 للميلاد؟ وهذا يعني أن المشكلة زادت بمعدل 3 أضعاف ونصف الضعف في خلال 20 عاما. فكل هذه الأرقام لا يمكن أن يستهان بها. ومن تلك الأسباب كافة قامت جامعة الملك سعود بالمبادرة فأنشأت كرسي لعلاج السمنة، وذلك ضمن اهتماماتها فيما يتعلق بالصحة العامة وصحة المواطن خاصة.